كلنا الخزو خزو اكلنا. تأجلت يا اخوان وارزون موبايل دايما. لك انا شو قلت لكم يا اخوان؟ ما قلت لكم وارزون موبايل من سابع المستحيلات تنزل هذا الشهر وما حدا يصدقني ويقول لي اول على الاب ستور فان وعلى الاب ستور فان. مثل ما قلت لكم هذا بس رفع عاتب حاطينه هذا التاريخ. بعد ما نزلوا فيديو وارزون موبايل تغير بالاب ستور التاريخ لواحد نوفمبر. لا بيعرف شنو هو شهر نوفمبر، هذا شهر يا اخوان 11، لا شهر 8 ولا شهر 9 ولا شهر 10. شهر 11 يا اخوان تشرين تاني يعني. فللصراحة بعد بكير وشكله يا اخوان هيد اكسبكتد، يعني ممكن يا اخوان نشوف اللعبة بال 2024 مش بال 2023. كل التفاصيل حنحكيها زي الله راد بالفيديو. زي المرة عم تشوفني على يوتيوب صحيح امبارح يا اخوان نزلت وارزون موبايل فيديو بس لحتى ترد على اخر التكهنات. Thank you for joining us. We're running on almost all of our iOS devices now and we doubled the size of the Android. اول الفيديو بلشوا يسولفوا انه ضاعفوا الأجهزة بتدعم على الأندرويد وتقريبا صاروا 3 أرباع أجهزة الأيو أس بتدعم وارزون موبايل. هاي السوالف الاعتيادية بلش فيها هذا الحكي، ولكن كفى معنا على الجرافيك واللي هاي النقطة كل الناس مهتمة فيها، الجرافيك الفريمات الاف او في. If you look online you might find videos claiming Call of Duty Warzone Mobile played in max graphics. Well, we don't have max graphics because we haven't exposed the settings, so there's no way to set it to a maximum yet, but that will come. So don't worry, you will be able to set the graphics. بلش الاخ كريس الفيديو تبعه وهو عم يلطش كل صناع المحتوى، هول بيستعملوا فيديوهاتهم ماكسيموم جرافيك، واللي منهم انا يا اخوان، ولكن يا اخوان يعني فيديوهاتي كنت واضح انه ماكسيموم جرافيك لهذه الحالة لحد هلا، هذا اعلى جرافيك بور زون موبايل موجود، والصراحة انا عم بحكي مزبوط. ومش كتير مزبوط. فيا اخوان كل بساطة كان عم يقول انه هالي جرافيك منو الماكسيموم جرافيك، بدكن تشوفوا جرافيك مش طبيعي بس بدنا ننطر. التأخير يا اخوان مش منيح يعني النطرة بالصبر مش كتير منيح يا اخوان بهيدي المراحل. فيا اخوان قال انه حيزبطوا الجرافيك وحيزيدوا شغلة الفريمات وشغلة الاف او في، بس هيدي الشغلات بتصير بس يعملوا اوبتمايزيشن وهيدي السوالف انه ما بتزبطش هيدي الشغلات غير ما يكون الاوبتمايزيشن جاهز. بعد ما خلص من شغلة الجرافيك نقل على شغلة كتير مهمة وسؤال كتير انسأل، هو ليش نزلت اللعبة هلا ما زالها مش كاملة وتقعدوا تعذبونا وتسموا لنا بدلنا؟ We have some questions from you on the seasons and why we are running them now when we haven't worldwide launched yet. And really this goes down to the cross progression. ليرد يا اخوان انه نزلوا اللعبه هلا حاليا لانه بعدها مش كامله بس لحتى يواكب الكروس بروجريشن او التزامن بين البي سي والموبايل والمنصات كلها، فهني حسب ما قال يعني انه حتى يلحقوا الكروس بروجريشن كل السكنات وكل التفاصيل بين الاجهزه كلها، مع انه بعتقدش كتير دقائق كلامه، لانه يا اخوان لو انه مزبوط كلامه كان نزلوها مع نزول وور زون البي سي لحظتها، نزلوها بعد شي سيزون او سيزونين. فيا اخوان بالصراحه او يمكن ما لحقوش ما بعرف، بدناش نحكم عليه للزلمه، بس هذا اللي حكاه وطمنا انه يا اخوان اللي مش قادرين حاليا يلعبوا اللعبه ويكسبوا سكنات هلا بالاوائل السيزونات، فطمنهم وقال لهم بكل بساطه يا اخوان انه اللي حيكون في كتير محتوى قوي، اول ما تنزل اللعبه بشكل رسمي حيكون في شيء حصري للموبايل. When we launch, there will be tons of content. We'll have mobile specific content, we'll have big launch. وهون وصلنا للنقطة الفاصلة وهي الموعد الرسمي، وللصراحة أنا هون زمعني بس قال انه نحن لحد هلا مش جاهزين ان نعلن عن الموعد الرسمي لنزول وارزون موبايل. We have not made any announcements to the worldwide launch date yet. So when we are ready to announce, we will let you know. You'll hear it from us, but we haven't done that yet. مثل ما بتعرفوا نحن هلا وصلنا نص السنه، شهر 5 بعد شهر نوصل نص السنه يعني، بس انه تقريبا وصلنا نص السنه. فيا اخوان على الاغلب حسب حكيه اخر سنه 2023 هذا اذا ما تاجلت ل 2024. كيف تتاجل يا اخوان؟ لانه يا اخوان له بالعادي قابل كان يقول رح يكون في الاصدار الرسمي بعام 2023، كان دائما يحدد انه بعام 2023، بس هالمره ما حددش بال 2023 وهذا الشيء الصراحه زمعني يعني شيء ما بيطمنش وما بيبشرش بالخير يا اخوان. فشو رايكم شكل الموضوع مطولي وارزون موبايل؟ اكيد يعني عندي امل كبير فيها للعبه، بس حاليا حنمشي حالنا بالعاب ثانيه اللي كانت نزلت وارزون موبايل يا اخوان، واكيد حنواكبكم بكل التفاصيل يعني اكيد، بس مش حيكون محتوى كله وارزون موبايل لانه حاليا يا اخوان ما في شيء جديد الا يعني بس لاقي شيء جديد اكيد بتلاقوني نزلت. فبس يا اخوان تحطوا لايك وسبسكرايب وباي.